المشكلة ان احنا متصورين ان ما يصير اتزوج لما اجمع هذا المبلغ الفلاني، ما بيتزوج لما يجمع فلوس كثيرة عشان يعطيها مهر ويسفرها ويأثث لها الشقة الفلانية بمبلغ الفلاني وكذا. هذا غلط. فالإنسان يعني يتق الله ويطرق بيبان الناس، والناس فيها خير، ولا تشترط الناس، بالعكس ودهم يزوجون بناتهم الناس. ترى يعني حجام الشباب عن الزوج بحجة إن ما عندي فلوس، هذا أيضا يضر في البنات اللي يبون الزوج. تبي تتزوج، تبي الله يرزقها الذرية الصالحة وتستقر ببيتها وكذا، لكن ما تقدم لها لأن الحج قاعد يجمع فلوس. ما تبي فلوسك، تبي كنت، تبي الرجل الصالح. الرجال المقصرون في هذا الجانب أنهم حاطين حاجز وهمي. لا تحط هذا الخط، اقدم زوج، قدم اللي عندك وهذا اللي عندي. إذا دقوا عليك قالوا والله المهر شوية، يا تدفع زيادة يا مع السلامة، قل مع السلامة بركها ساعة، أنا غلط طقيت بابكم، خذ فلوسك ودور واحدة ثانية وتلقى. فالقصد الإنسان يعني يقدم وغلاء، ما في غلاء معيشة الحمد لله، الأمور طيبة يعني، مو لهالدرجة غلاء معيشة يعني يبالغ الناس في هذا الأمر. الحمد لله المعيشة طيبة والإنسان يقدر يعيش بسهولة، الله الحمد والمنة.